قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعيه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، أحداث النهاية سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أسعدني أن أقدمها للمسلمين في كل مكان. تحدثت في الحلقة الماضية عن مقدمة لهذه الموضوعات المهمة، وقلت على سبيل الجزم والقطع لا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يجزم بوقت محدد معلوم لقيام الساعة، فهذا من الغيب الذي لم يطلع الله جل وعلا عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله،
وقرأ النبي قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، بل وفي آيات واضحة وفي آيات حاسمة قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يسألك الناس عن الساعة قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قلت ومع ذلك فقد أطلع الله جل جلاله نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمارات وعلامات وأشراط الساعة، بل وأخبره وأطلعه جل جلاله على كل ما سيقع في الكون من أحداث بين يدي الساعة. هذا كلام خطير جدا، بقول لحضرتك مع أن الله سبحانه قد أخفى وقت قيام الساعة عن الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، فقد أطلع وأخبر سيد رسله وإمام أصفيائه وأتقيائه وأنبيائه، أخبر نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن علامات أو أشراط أو أمارات الساعة، بل وأطلعه سبحانه وتعالى على كل ما سيقع في الكون من أحداث بين يدي الساعة. وستسمعون العجب العجابة كما ذكرت لحضراتكم في الحلقة الماضية. أسأل الله سبحانه أن يفتح علينا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلع الله نبيه على كل ما يقع في الكون بين يدي الساعة؟ نعم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كل العلامات، والعلماء يقسمون العلامات إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى، وسأتعرض لذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكنني في هذه الليلة المباركة وفي هذه الحلقة التي أسأل الله أن يجعلها خالصة مسددة موثقة، سأتعرض لبعض النماذج لأبين لحضراتكم أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، وما نعيشه الآن وما نراه بأعيننا وما نسمعه بآذاننا أخبرنا عنه حبيبنا ونبينا من 14 قرن. وصدق ربي إذ يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وصدق ربي إذ يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكل أمر متعلق بالدين إنما هو وحي من رب العالمين، لا يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل بوحي من الله جل وعلا. يقول حذيفة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا وذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد ذكرت في الحلقة الماضية رواية أخرى
في صحيح مسلم لأبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. فمتصور معايا المشهد ده، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بأصحابه الفجر ويرتقي المنبر النبوي، ويظل النبي قائما على المنبر من صلاة الفجر إلى وقت صلاة الظهر يتحدث ويبين للصحابة ما كان وما هو كائن، ما هو كائن وما سيقع بين يدي الساعة. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يقول عمرو بن أخطب خطبنا صلى الله عليه وسلم حتى حضرت صلاة الظهر، صلى الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. يعني أعلم الصحابة بهذه الأحداث هو أحفظهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا الباب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من العلامات، بل كل العلامات الصغرى والكبرى، وذكر كل الأحداث التي تقع الآن والتي سأضرب لحضراتكم الليلة بعض الأمثلة لها، وسأقدم لحضراتكم الليلة بعض النماذج لها، لنعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولتملأ قلبك بعد ذلك ثقة في الله وثقة في رسول الله ويقينا في الله ويقينا في أن رسول الله لا يتكلم إلا بوحي من الله، ولتعلم يقينا أن الذي أخبر بمراحل الضعف والهوان التي تحياها الأمة الآن هو هو بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخبر بالمبشرات وبصور النصر والتمكين لأمة سيد النبيين حتى لا تيأس ولا تقنط، حتى تعلم علم اليقين أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام الصادق قادم إن شاء الله تعالى بموعود الله وبموعود من بلغ عن الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اعدد ستا بين يدي الساعة، توقفنا في الحلقة الماضية عند هذه الرواية، اعدد ستا بين يدي الساعة. طب عد معايا كده، عد معايا. الحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، اعدد ستا بين يدي الساعة. يلا، قال عليه الصلاة والسلام، خلينا اقول الحديث وبعدين ارجع تاني اقف مع كلماته. قال موتي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت في العرب إلا دخلته، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، فيغدرون أي يغدر الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية
مع كل غاية 12,000. ده كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في صحيح الإمام البخاري. لا 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 استنى، واحدة واحدة، ما تستعجلش إن شاء الله عز وجل. احنا يعني أسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم، الموضوع طويل، الموضوع طويل، وأنا أترك الأمر لرزق الملك الجليل سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل رزقي وأرزاقكم موفورة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نرجع تاني الحديث، خليك معايا كده. قال عليه الصلاة والسلام: أعدد، عد معايا كده، ستا بين يدي الساعة. ها، العلامة الأولى موتي. موت من؟ موت الحبيب صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله وقعت هذه العلامة. موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ولازال من أعظم المصائب التي منيت بها الأمة. كان موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم المصائب التي منيت بها الأمة. حتى قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل، والحديث في سنن الترمذي وفي مسند البزار بسند صحيح، قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. يا الله، قولة أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ووالله ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ورضي الله عن ريحانة رسول الله، عن الزهراء فاطمة، حين قالت لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فموت رسول الله علامة من العلامات، لأن الله تعالى لم يرسل رسوله المصطفى ونبيه المجتبى ليخلد في هذه الحياة أبدا. قال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فهل يخلد أحد بعد رسول الله؟ قال جل في علاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام على فراش الموت، بل وذاق سكرات الموت، وقال عليه الصلاة والسلام: إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. وفي رواية: يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في قدح فيه ماء ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور ويقول: إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. حتى قالت عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، أو بين سحري ونحري، فما أكره شدة الموت لأحد بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذه العلامة
التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الكريم الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. اعدد ستا بين يدي الساعة، الأولى قال صلى الله عليه وسلم موتي، وقد وقعت هذه العلامة. ثم فتح بيت المقدس، وقد وقعت أيضا هذه العلامة. فلقد فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. نعم، مات الرسول عليه الصلاة والسلام في العام الحادي عشر من الهجرة كما تعلمون، وفتح الله عز وجل على أصحابه في عهد عمر بيت المقدس في العام السادس عشر من الهجرة، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة المطهرة إلى أرض فلسطين ليتسلم بيده مفاتيح بيت المقدس في موكب مهيب، موكب جليل يزداد جمالا وجلالا بتواضعه. أمير المؤمنين الفاروق الأواب عمر بن الخطاب مع خادمه على ظهر دابة واحدة يركبها تارة ويركبها خادمه تارة. فلما أقبل على أرض بيت المقدس ومرت به دابته في مخاضة في بركة ماء، خشي أن يمر المخاضة وهو على ظهر الدابة، فنزل ووضع حذاءه تحت إبطيه وجر الدابة خلفه. فلما رآه أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيوش المنتصر قال: يا أمير المؤمنين، ما أحب أن القوم قد استشرفوك، يعني لا أحب أن يراك القوم وأنت في هذه الحالة. قال: أوهن يا أبا عبيدة، أوهن يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. نعم، في عهد هذا الأواب وفي عهد أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح فتح الله بيت المقدس، وأسأل الله عز وجل أن يرده من جديد إلى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موتي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، قال ثم موتان، وقعت العلامة الأولى، وقعت العلامة الثانية، قال ثم موتان يقع فيكم كقعاص الغنم. موتان الموت الكثير. طيب، يقع فيكم كقعاص الغنم داء أو وباء يصيب الأغنام أو يصيب الدواب، فيسيل شيء من أنوف الدواب فتهلك في الحال. طاعون، مرض. ثم موتان يأخذ فيكم، أي ينتشر فيكم كقعاص الغنم، أي كالوباء الذي يصيب الغنم فيهلكها. وقد قال علماؤنا بأن هذه العلامة قد وقعت أيضا في طاعون عمواس في بلاد الشام، وكان على الراجح من أقوال جماهير أهل السير والتأريخ 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قتل في هذا الوباء وفي هذا الطاعون 25,000 من المسلمين، وعلى رأسهم أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، بل وطعن فيه أيضا ومات بسببه أيضا الصحابي الجليل معاذ بن جبل حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. طيب، العلامة الأولى قلنا إيه؟ موتي عليه الصلاة والسلام. العلامة الثانية قال ثم فتح بيت المقدس، وقد فتح بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه. العلامة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. الرابعة قال عليه الصلاة والسلام ثم استفاضة المال، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار
فيظل ساخطا. أما استفاضة المال أي كثرة المال فقد وقع ذلك فعلا، وقع ذلك بالفعل. ثبت في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ جاءه رجل فشكى إليه الفاقة، الفاقة يعني الفقر، ثم جاءه آخر فشكى إليه قطع الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لا يا رسول الله، وقد أنبئت عنها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، والضعينة هي المرأة في الهودج الذي يوضع على ظهر البعير، لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي: فقلت في نفسي: وأين دعار طي؟ وأين دعار طي؟ أي أين هؤلاء الذين قطعوا الطرق وقطعوا السبيل على المسافرين؟ يقول: فقلت في نفسي: وأين دعار طي؟ يقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولتفتحن كنوز كسرى. فقلت: كسرى؟ كسرى بن هرمز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز. قال صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل، وهذا هو الشاهد، يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، فلا يجد أحدا يقبله منه. يقول عدي رضي الله عنه: فلقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز صلى الله على الصادق، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال محمد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يخرج الرجل ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد أحدا يقبله منه. قال أهل العلم: وقد وقع ذلك بالفعل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. تعلمون ما الذي حدث في عهد عمر؟ في سنتين ونصف تقريبا عادت الحياة مرة أخرى في عهد عمر وكأنها تحاكي حياة النبوة الأولى. لعدل هذا الرجل وورعه، فهو من طراز عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الشبل من ذاك الأسد، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. لقد عاش الناس في عهد عمر بن عبد العزيز في رخاء وفي نعيم، واستفاض المال فعلا، بل وأمر عمر بن عبد العزيز المنادي أن ينادي في الأمصار وفي البلدان: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، من كان فقيرا ويحتاج فحاجته من بيت مال المسلمين، من أراد الحج ولم يجد النفقة فنفقته من بيت مال المسلمين، من أراد الزواج ولم يجد النفقة فنفقة زواجه من بيت مال المسلمين. وأغنى القوم بفضل رب العالمين، حتى خرج المنادي بعد ذلك ينادي فلم يجد أحدا يقبل منه العطاء، يقبل منه الصدقة. ومن أهل العلم من قال: وسيقع هذا أيضا في آخر الزمان بين يدي الساعة، في زمن المهدي وعيسى بن مريم عليهما السلام، وسأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، حين تخرج الأرض بركتها، حين تنزل البركة
سيفيض المال، وقد يخرج الرجل بالمال فلا يجد أيضا من يقبل منه الصدقة، لأن الناس في عهد عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يكونون على يقين بأن الساعة قد أقبلت وقد اقتربت، وهم ينشغلون في هذا الوقت يقينا بطاعة الله سبحانه وبالعمل الصالح، ولا تتعلق قلوبهم في هذه الأوقات بالدنيا. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار، هذه صورة أخرى، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. قال بعض أهل العلم إما لعدم القناعة والرضا، إما لعدم القناعة والرضا، في وقت آخر قد يعطى الرجل 100 دينار 100 جنيه 200 فيظل ساخطا، إما لعدم قناعته وإما لعدم رضاه، وإما لأن المبلغ بالفعل لا يكفي لسد حاجته والإنفاق على ما يحتاج إليه من نفقات. أما العلامة الخامسة، قال عليه الصلاة والسلام فتنة لا يبقى بيت في العرب إلا دخلت. قال بعض أهل العلم ربما تكون هذه الفتنة هي وسائل الإعلام بصورها المختلفة وأشكالها المتعددة، سواء كانت هذه الوسيلة مرئية أو مقروءة أو مسموعة، ولا ينكر عاقل الآن أن هذه الوسائل قد دخلت كل بيت، وأنا لا أجزم بأن هذا هو المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله تبارك وتعالى أعلم بمراد نبيه في هذه العلامة. ثم تكون فتنة لا يبقى بيت في العرب إلا دخلت. أما السادسة، قال عليه الصلاة والسلام ثم تكون هدنة، وأنا أتصور أن الهدنة قائمة الآن في الغالب بين أكثر الدول الأوروبية والأمريكية وبين المسلمين في الغالب. ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، وقلت بني الأصفر هم الروم، وبمفهوم العصر هم أهل أوروبا وأمريكا. ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، أي فيغدر بني الأصفر، يغدر الروم فيغدرون، ثم يأتونكم في 80 غاية. الغاية هي الراية، وسميت الراية بالغاية لأنها غاية الجيش، فإن سقطت الغاية أو سقطت الراية سقطت الغاية، دبت الهزيمة في قلوب أفراد الجيش وفي أفراد الجنود، في قلوب الجنود. فيغدرون فيأتونكم في 80 غاية أو تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. كلام الصادق في رواية في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ستصالحون الروم صلحا آمنا. يا سلام، ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، فتسلمون وتغنمون. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول. والمرج المكان الذي يكثر فيه الماء والخضرة. ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. في رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه
قال حذيفة، خلي بالك لأن دي عمدة في الباب وسأقف معها بعد ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل، سأقف مع كل علامة من هذه العلامات التي سأذكرها الآن في رواية حذيفة بالتفصيل. قال حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر، يعني ونحن نتكلم ونتناقش ونبحث، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذاكرون؟ يعني ما الذي تتكلمون فيه؟ ما الذي تتحدثون فيه؟ فقالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. انظروا إلى هم الصحابة وفيما يتحدث الصحابة. قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من الكلام ده، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. طب عد معاي، عد معاي وخلي بالك. إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر صلى الله عليه وسلم الدخان، وهنتعرف على الدخان دي ايه العلامة دي. فذكر الدخان والدجال. هم من فتنة الدجال، اسأل الله ان يعصمني واياكم من الفتن، نقف معها بالتفصيل ان شاء الله تعالى. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن وفي لفظ من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. يا الله، والله تقول لنا الرواية دي تاني يا عم الشيخ. حاضر، اسمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. دي العلامات الكبرى، دي العلامات الكبرى، وسأقف معها كما ذكرت إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ايه الدخان وايه الدجال وايه الدبة بالتفصيل ان شاء الله. قال حذيفة بن اسيد الغفاري رضي الله عنه: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، ونحن نتناقش، نتباحث، نتحدث. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذكرون؟ بتتكلموا في ايه؟ بتتناقشوا في ايه؟ فقالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم: إنها، يعني إن الساعة لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن أو من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا نموذج من العلامات الكبرى، أو هذه العلامات الكبرى، نموذج من الأحاديث. وقد ثبت في روايات أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه العلامات بغير هذا الترتيب الذي ذكرت الآن في رواية حذيفة ابن أسيد الغفاري. لكن على أي حال، على أي حال، العلامات الكبرى إن وقعت علامة وقعت بقية العلامات، بالضبط زي العقد أو المسبحة، انفرط العقد
أو انفرطت المسبحة تنفرط بقية الحبات، انقطع الخيط وقعت حبة ينفرط أو تنفرط بقية الحبات. النبي قال كده كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأمارات، الأمارات يعني إيه؟ العلامات. الأمارات خرزات، خرز حب، خرزات منظومات في سلك. انظر إلى التعبير النبوي ممن آتاه الله جوامع الكلم. الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. يا رب سلم، يا رب سلم. الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. خلاص ينفرط الحب، وقعت علامة زي ما حبين لك إن شاء الله تعالى. عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام موجود في الأرض، هيكون موجود في نفس الوقت يأجوج ومأجوج، هيكون موجود في نفس الوقت الدجال. يعني علامات متلاحقة، علامات متلاحقة متتابعة، إن وقعت علامة تبعتها بقية العلامات. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. أحداث كثيرة. طب الواقع اللي احنا عايشينه ده عم الشيخ النبي اتكلم عنه؟ طبعا، يعني حالة التبعية المهينة وحالة الضعف والمذلة التي تمر بها أمتنا في هذه السنوات تكلم عنها رسول رب الأرض والسماوات. أيوة، مش أنا قلت لحضرتك لم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا سيقع في الكون إلى أن تقوم الساعة إلا وذكره، علمه من علمه من الصحابة وجهله من جهله، نقلوا إلينا ما شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن يصل لنا. لكن الحالة دي النبي تكلم عنها تماما. طب اسمع كده النبي قال إيه، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن. يا الله، يا شو بيقولها منين؟ من 14 قرنا. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب، جحر ضب، وفي لفظ حتى لو دخلوا جحر ضب خرب، خرب، لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، من؟ اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن غير هؤلاء. يا الله، ده تعبير نبوي بليغ، ده تشخيص دقيق لحالة الأمة، لحالة التبعية والمهانة التي تمر بها الأمة في هذه الآونة. لأن الأيام دول، لأن الأيام دول. قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها، نداولها بين الناس. وليس معنى ذلك أيها الأفاضل أن نجرد الأمة من خيريتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن حالة من حالات الضعف والتبعية التي ستمر بها الأمة في مرحلة من مراحل تاريخها الطويل. فإن كانت الأمة تمر الآن بهذه المرحلة، فلطالما مرت الأمة بمراحل أخرى من مراحل التمكين، وسوف تمكن بإذن رب العالمين وبموعود سيد المرسلين كما سأبين إن شاء الله جل وعلا. في حديث آخر رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق
ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. لا إله إلا الله، صلى الله وسلم بارك على من لا ينطق عن الهوى. أنا أضرب بعض الأمثلة، أقدم لحضراتكم بعض النماذج فقط، وسنرجع إن شاء الله تبارك وتعالى للتفصيل وللتأصيل للحديث عن العلامات الصغرى، عن العلامات التي قضت وانتهت، وعن العلامات التي لا زالت قائمة ولما تنقضي بعد، وعن العلامات الصغرى التي لم تقع بعد، وعن العلامات الكبرى. كل هذا سنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لكنني أبين لك أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها الكريمة الفاضلة، أن كل شيء نراه الآن بعيوننا، وأن كل شيء نستمع إليه اليوم بآذاننا، هذا الحصار الذي فرض على العراق، هذا الحصار الذي فرض على لبنان، على بلاد سوريا، على بلاد الشام، كل هذه الصور تكلم عنها المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ما تستعجلش، ما أنا هقول لحضرتك سنفصل إن شاء الله تعالى، لكن أود في حلقة الليلة لأسكب في القلوب الأمل في وقت قل فيه الأمل وكثر فيه القنوط وخيم فيه اليأس وهبت ريح الإرجاف على كثير من القلوب. ذكرت الواقع الذي تحياه الأمة الآن في صورة ناصعة واضحة من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: هو هو بأبي وأمي وروحي ونفسي، هو هو الصادق الذي أخبر عن هذا الواقع، هو الذي أخبر عن نصر الله جل في علاه لهذه الأمة، هو الذي أخبر عن التمكين لأمة سيد النبيين وحبيب رب العالمين. يعني الرسول اتكلم وقال ان الامة دي هتنصر، وقال ان الدين هيبقى. نعم، بشرنا يا شيخ، بشرك الله بالخير، بشرنا، بشرك الله بالخير. طيب، خذ بشارة او خذ بشارتين، ودع التفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى لوقته. البشارة الاولى: حتى تطمئن، لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض، أقولها بملء فمي، لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض في أنحاء الكون ليستأصلوا المسلمين، ليبيدوا خضراءهم من هذه الدنيا، ما استطاعوا ولن يستطيعوا أبدا ولو اجتمعوا. معقول الكلام ده؟ النبي قال كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام بشر بهذه البشرة؟ نعم يا أخي، بشرنا يا أخي. ماذا قال؟ روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. ها، انت مستكثر ده على الله؟ تستكثر ذلك على ربك جل وعلا؟ انا اسألك الان ايها المسلم في امريكا، يا من تراني الان في اليابان، في الصين، في استراليا، فضلا عن بلادنا بلاد المسلمين، الا تراني انت الان؟ ألا ترى ما يحدث في أي مكان في الأرض في التو واللحظة الآن؟ شاء ربنا وقدر أن نرى ذلك بعيوننا، وأن نسمع ما يقال في أقصى الأرض بآذاننا. نعم نعم، إنه الهاتف المحمول الذي تحمله في يدك آيات وعلامات. فربنا جل وتعالى زوى الأرض كلها لنبينا، فرأى نبينا مشارق الأرض ومغاربها، كما جلى له المسجد الأقصى بعد عودته
حين سأله المشركون وظل النبي ينظر إلى المسجد الأقصى نقله الله عز وجل له أمام عينيه في صورة في صورة، فما سألوه عن شيء صلى الله عليه وسلم إلا ونظر ونعت وصف. وما ذلك على الله يعزز، وأنت ترى الآن، أنا الآن في القاهرة أجلس في مدينة الإنتاج الإعلامي، وهذا الكم الهائل من الملايين التي تشاهد إنما تراني في كل مكان وأنا في مكان هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي يا الله سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هل تصدق رسول الله؟ هل تصدق رسول الله؟ ده الرسول كان بيبشر الصحابة وهم في مكة، مش ممكن وهم في مكة والصياط على ظهورهم والدماء تنزف من أجسادهم والمشركون يعذبونهم على الرمال والرمضاء، يبشرهم بماذا؟ بالنصر، بالتمكين، بالتمكين. سبحان الله. فيقول صلى الله عليه وسلم وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. والله العظيم ده كلام لما يقال في هذا الوقت يعني كلام صعب جدا. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ملك كسرى وقيصر، ملك كسرى وقيصر. أما يقال للصحابة في هذا الوقت المتقدم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما أو أموالهما في سبيل الله. سبحان الله، لا يصدق هذا إلا من ملأ الله قلبه بالتصديق، إلا من ملأ الله قلبه باليقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا شعار المؤمنين الصادقين. أما المنافقون ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا قولتهم الخبيثة، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقول النبي وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بقحط عام أو بجدب عام، وإني سألت الله عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، وإن الله تعالى قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. الله أكبر. وإن الله تعالى قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي بقحط عام، وأعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. يا الله يا الله، من سوى أنفسهم، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. اسمع اسمع دي، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. الله، بشرك الله بالخير. أبشر أيها الموحد، تريد أن تسمع هذه البشرى مرة أخرى؟ يقول الصادق وإني، يقول الله له وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، يعني يبيد المسلمين من على وجه الأرض، يستأصل شأفة المسلمين، يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم أي على الأمة من بأقطارها، أي من بأقطار الأرض من غير المسلمين من الكافرين.
يا لها من بشرى، يا لها والله من بشرى. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وغيره بسند صحيح على شرط مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. هل ترك الليل والنهار مكانا لم يصل فيه لا ليل ولا نهار؟ لا والله. لا يبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. تعالوا بنا أيها الأفاضل بعد هذه المقدمة في هاتين الحلقتين الكريمتين التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بهما المسلمين في كل مكان، لنبدأ الحديث في هذه السلسلة العلمية الكبيرة الكريمة إن شاء الله، لنبدأ بالموت. وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. هذا هو موضوع الحلقة القادمة في هذه المسيرة المباركة. أسأل الله سبحانه أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.